ونحن نتحدث عن العلاج في مرضى السكر بنتكلم على الانسولين. الحقيقه انه الانسولين يعني زي ما قلنا ان الغيبوبه في مريض السكر اربع انواع من الغيبوبه في مريض السكر بس. فعندنا في الانسولين انواع من العلاجات. في مدرسه بتقول ندي جرعتين من الانسولين، جرعه في الصباح مع الفطار وجرعه في العشاء. ودايما بندي التلتين الصبح مع الفطار والتلت مع العشاء. دي مدرسه. في مدرسه تانية بتقول احنا هندي مالتي سلايسز، هندي الانسولين اجزاء متعدده، هندي مع الفطار 40% مع الغداء 30% مع العشاء 30%. ده مدرسه متعدده. في ناس بتقول لا يا جماعه حرام عليكم، احنا هندي للناس مره واحده بالنهار انسولين طويل مفعول بيشتغل 24 ساعه بنديه مره واحده، او نديله انفيوجن ديفايس، بنديله اله او حاجه كده بتدي ديبوت، يعني بتدي بيزل انفيوجن او بتدي يعني انسولين على قد الاكل بياكله طول النهار. واحنا بنتكلم على العلاج بالانسولين بنقول انه الانسولين له مدارس للعلاج. في مدرسه بتعالج بالانسولين مرتين يوميا، وفي مدرسه بتعالج بالانسولين كذا مره. المرتين يوميا دي بتقول ان احنا ناخد تلتين جرعه الانسولين مع الصباح وتلت الجرعه مع المساء، وان الجرعه بتتفصل حسب مستوى السكر في الدم. في مدرسة تانية بتقول ان احنا ندي جرعات متعددة من الانسولين، مرة مع الفطار 40% مع الغداء 30% مع العشاء 30%. في مدرسة تالتة بتقول يا جماعة احنا ليه نعذب الناس، احنا ندي الانسولين مرة واحدة في اليوم سواء كان طويل المفعول بيشتغل 24 ساعة او انفيوجن ديفايس، او اديله زي كبسولة كأني بزرعها له، فبتديله بيزل انفيوجن، بتديله جرعات انسولين حسب مستوى الاكل بيها. في ناس ثالثه النوع الرابع بيقول لا احنا بدل ما نقعد نشكشك الناس، ما احنا ممكن نعمل لها بنكرياس ترانسبلانت، يعني نزرع لها بنكرياس. طب احنا نزرع لها بنكرياس منين؟ من اي حد قريب بنزرع لها بنكرياس. دلوقتي نجحت حتى زراعه البنكرياس من الكائنات القريبه، يعني من الخنازير مثلا نجحت بعض الزراعه. الانسولين زي ما قلنا سواء ما ينفعش انسولين بالبق بالمناسبه، لان البق بيكسر الانسولين، انما الانسولين دايما تحت الجلد، فبيتاخد الانسولين تحت الجلد كويس قوي. طيب لو ان الانسان عنده مشكله تحت الجلد، ان الانسولين خلاص ما بقاش يمشي تحت الجلد، هنعمل له ايه؟ هنعمل له ايه؟ هو اسامه شغال ولا نايم؟ شغال؟ شغال والله العظيم. طيب لو الانسولين مش شغال وبدا الجلد يعمل فايبروزس او يتليف وبدات الحقن ما تمشيش في الجلد، هنعمل ايه؟ يبقى لازم نشوف طرائق اخرى للانسولين. ليه؟ لانه عندنا ناس كتير جدا بتاخد انسولين والسكر بتاعها عالي، اما ان جلدها تليف، واما ان جلدها بدا يعني يعمل ترابنج للانسولين، تدخل الانسولين ما بيتصرفش، واما ان بقت عندها الرجي حساسيه للانسولين، لان بقى عندنا مشاكل، يعني بقت في مشاكل كتيرة قوي للعلاج بالانسولين. تخيل انت ان في واحد او واحدة، رجل او امرأة، من اول ما كان عنده طفل عنده سنتين ثلاثة لغاية ما بقى عنده 20 30 سنة بياخد انسولين، واحد بياخد حقن بقى له 30 سنة 40 سنة، فجسمه كله تقريبا اتليف وبقى يعمل ترابنج، بقى يصطاد الانسولين وبقى اتعمل حساسية والرجي، لدرجة ان جالي ناس لما ياخد حقنة الانسولين دي له حساسية ويهرش يقطع جسمه. طب انت هتعمل له ايه؟ يبقى لازم تدور له على بدائل للانسولين. هل في بدائل للانسولين؟ دي هنشوفها ان شاء الله في حلقه قادمه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.